رانا نساهموا في الاقتصاد، سادية المستثمرين الجزائريين وأجانب، باش نجيبوهم ونفهموهم المشاريع اللي يليقوا للجزائر، واش حال يسقام المشروع هذا واش حال يسقام المشروع هذا، ومنطون نسيستيو بهم كيفاه يديروا المشروع من الفكرة حتى البداية المشروع، كيفاه يجيبوا ليزيكيبمون، كيفاه يركبوا المعمل تاعهم، كيفاه يبداو يصنعوا، وكيفاه يديروا لافورماسيون. هذه تسمى رافقوا المستثمرين أجانب جزائريين، خوتنا اللي عايشين في الخارج المهجر، لا دياسبورا ايتابلي اترونجي، دونك لو بوتونسييل عندنا كبير في الجزائر، دونك العالم كامل، نقول لك العالم كامل يعني بزاف اللي حابين يديروا مشاريع في الجزائر، دونك يسمنا ثاني نساهموا باش نبنيوا مناطق صناعيه جاهزه للكراء، باش يكون المستثمر يلقى السهولات كامله، التسهيلات كاملين باش يبدا في اقرب وقت الصناعه، باسكو الصناعه هي لانفيستيسمون سي البومون ديكونومي كي جينير لا ريشيس اي لي زونبوا. دونك نقول مسيو البريزيدون البارح الله يبارك حكى على العقل الاقتصادي الصناعي، قال لك يلزم نطوروا الاقتصاد تاعنا باش نوصلوا ان شاء الله مونطون اسي امبورطون ليكسبور 30 مليار. انا نجم نقول كون نسهلوا الاستثمار 40 50 60 الف مستثمر جزائري واجانب، نوصلوا حتى 50 الى 60 مليار اور هيدروكاربور دولار ان شاء الله. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.